لتكون زعلانة منا؟ لا، ليش تكون زعلانة مننا؟ عم حاول اتواصل معه من وقت ما كنت بأمريكا. يا الله يا سميحة، قديش بحاجة تكوني جنبي لأخذ رأيك بشي اللي عم بيصير معي. يا سلام، والله جد ماشي بسيطة، وأنا شو عم بعمل هون؟ حبيبتي انتي الكل بالكل، بس بتعرفي انه سميحة هي لوير، عرفتي؟ فهيك قصدي يعني. ايه، وانتي لوير، هي لوير وانتي لوير. ماشي بسيطة يا دادو، امسكي تليفونك استني هلا اكيد بترد عليكي. لا يا ليكي انا بغارها. وينك؟ دانا بعتت لي هلا بديانا ننزل بسرعة. شفتي لي قلمي الايلاينر الاسود؟ يلي لونه ازرق؟ ايه اللي لونه اسود من جوا وازرق من برا، شفتي؟ ايه ميرا اخذت لي اياه كالعاده. الانتيسيرم خلصته، البودر خلصت لي اياها، روجي صار على الحفه. لا مو طبيعيين انتوا، انا قاعده مع بنات ولا مع حراميه ميك اب؟ استعارته استعاره. بتاكلهم اكل للميك اب؟ لك اكل بتاكلهم؟ يا الله لك حقهم غالي هدول. امغري متي صوتك، لا تخبري اني انا قلت لك الله يوفقك. مخبرك جني انتي وياها، شو هالبلوه يا ربي؟ ولا حرف. حسابك انتي وياها بعدين. امشي قدامي، امشي. شو هاد؟ يا حبيبتي يا هالهولة، يعني انتي قولي رأيك بس ما تحسسي الطرف الثاني انه هو مجبور يعمله. حبيبتي شو ما بتعرفيني، اللي بشوفه صح ولازم ينعمل بدي قوله. هلا انتي اللي بتشوفيه صح ممكن غيرك يشوفه غلط، مشان هيك اسمه رأي. طيب يا ستي، رح قلها وهي تصطفل، بيضل رأيها، منيح هيك؟ منيح، بس الله يوفقك حاولي تكوني هيك لطيفة، يعني لا تجي حكيك دج. يا أختي والله أنا بكون مقررة أكون لطيفة وما أحكي دج، بس لما بحكي بيطلع معي الكلام هيك، شو أعمل؟ نور أنت ليش ما جهزتي؟ لا أيوه، شبك ابن عمي، أنا بدك ملايتي وبمشي ثواني. ايه بسرعة الله يرضى عليكي. كثير حلوه. حبيته؟ انا حاط مكتبي. نور؟ شوفي سميحة شافت المسج وما رديت. لحظة، تايبين؟ شوفك اليوم بعدين بحدد لك الموقع والمكان. شو هاد؟ ما بعرف، أنا حاسة في شي غريب. إيه عن جد في شي غريب، بس كتير حلو المكان، حبيته.